أنا بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم خاص بحجم المكعب، دونك كيفية حساب حجم المكعب. القاعدة كما كتشوفوا أمامكم، حجم المكعب يساوي الحرف في الحرف في الحرف. إذا الحرف هو الضلع أو لوكوتي أو لاغات. إذا المكعب كما كنعرفوا هو يتكون من 6 أوجه، والأوجه المكعب عبارة بطبيعة الحال على مربعات. إذا الضلع هو أ أو لو كوتي، ونفس الشيء لاحظ معايا مزيان هنا، الضلع هنا في هذه الحالة تيمثل الارتفاع ديال المكعب. إذا لحساب حجم المكعب تنطبقوا القاعدة التالية، حجم المكعب هو الحرف في الحرف في الحرف، أو نقول مساحة القاعدة في الارتفاع. ألو بما أن القاعدة عبارة عن مربع، ومن طبيعة الحال مساحة المربع هي الضلع في الضلع، هي الحرف في الحرف مضروبة في الارتفاع اللي هو كيمثل أيضا ضلع المربع. ألوغ بالتطبيق بسيط جدا، احسب حجم مكعب قياس حرفه 6 سنتيمتر. إذا بطبيعة الحال لحساب الحجم في تساوي، نطبق القاعدة، في تساوي الحرف في الحرف في الحرف. إذا 6 في 6 في 6 تساوي 216 سنتيمتر مكعب. نردوا البال لوحدات قياس الحجم. ألوغ هنا عندنا وضعية بالفرنسية، كالكول لو فوليوم دو سو كوب. إذا بدنا نتكلموا على الحجم، الحجم بالفرنسية هو لو فوليوم. إذا هاد لو كوب أو المكعب طول حرفه 2.5 سنتيمتر، وبالتالي فالحجم يساوي 2.5 في 2.5 في 2.5، والخارج هو 15.625 سنتيمتر مكعب. شكراً.